السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم حلقة أخرى من برنامجنا، نتعرف من خلالها على طبيعة الإنسان، أو خلنا نقول طريق الإنسان المحفوف بالمخاطر. من المعروف أن دائما الإنسان اللي يريد تحقيق أهدافه في الحياة، أو خلنا نقول يريد الوصول للنجاح، ستواجه بشكل منطقي العديد من العثرات في طريقه. يجب أن لا يتهاون في التعامل مع هذه العثرات، أي أن يجب أن اليأس لا يدخل إلى قلبه، أو يسمح لليأس أن يأثر على إنتاجيته، أو يأثر على طريقة اللي هو قاعد يشقه بين هذه المصاعب. يجب أن يستفيد الإنسان من هذه المصاعب. كل ما مر الإنسان بتجارب أصعب، كل ما كانت النجاحات أكثر، أو خلنا نقول نجاحات أكبر، لأن حجم التجربة هو اللي يحدد خبرتك في النهاية، أو المخرج من هذه التجربة. لو أخذنا على سبيل المثال الإنسان اللي ما يواجه أي مصاعب، أو اللي يقدم اختبارات سهلة جدا، أكيد ما راح يراجع من خلال هاي الاختبارات، أو ما راح يقدم إجابات ترقى للمستوى اللي يعرض كامل خبرته. لكن كلما صعب الاختبار، كلما أعطاه فرصة أنه يراجع ويحاول يوصل للإجابة الصحيحة اللي قد تكون مخزنة في عقله الباطن، أو في داخل عقله. إذن الصعوبة تحدد دائما حجم النجاح، أو خلنا نقول الصعوبة تعطيك خبرة تخلي نجاحك له طعم مختلف. العشوائية أحيانا تكون مفيدة في هذا الموضوع. أنا أقول دائما لا تغير الطريق، غير الطريقة، لأن طريقك للنجاح هو طريق واحد ستستمر عليه إذا كانت عندك الإرادة بإذن الله طبعا. ولكن إذا كان طريقك أو أنت مو محدد طريقك، كل مرة بتغير طريقك، فبالتالي بتوزع جهدك وما راح تستفيد منه. إذا لا تغير الطريق، غير الطريقة. العشوائية هنا هي المطلوبة أكثر من الانتظام. الإنسان المنظم أحيانا يستمر على نفس الطريقة لتحقيق الهدف، رغم أنه يسقط أو يتعثر أكثر من مرة بنفس الطريقة. فيفترض أن يجرب طرق أخرى، يحاول أن يوجد حلول أخرى، يحاول أن يفكر بمنافذ أخرى يوصل من خلالها لتحقيق هدفه. دائما طرق المذاكرة عند بعض الطلبة أو بعض الدارسين تكون مستمرة بطريقة واحدة، ما يقدر يحفظ، هو إنسان ما عنده القدرة على الحفظ. لكن إذا حاول يفكر أنه يستعين مثلا ببعض الطرق العلمية، مثل يرسم أو يكتب إجاباته، فهني بيقدر يوصل للتارجت ماله. أنا أقول لا تغير الطريق، غير الطريقة. وفالكم التوفيق ودمتم بخير.